بشكل عام قصف جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب، هذا لا من يحضر المباريات بشكل مشاهد من هذا الملعب. نؤكد للمشاهدين انه لم يفوتهم الكثير لان المباراه بدات من التو. مخالفه واضحه النظر في الحره يحتسب الحكم. يمر بشكل جميل. تشيلسي يحصل على الكره مره اخرى. حامد اليوم لدى الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. هالاند التمريرة بين السليمة يبحث عن اللعب في المنطقة الأمامية. جولو كانتي أي متابع محايد راح يرى أن هذه المباراة سيئة بصراحة بسبب غياب المحاولات الهجومية الحقيقية في المباراة حتى الآن. جولو كانتي سرعة غير عادية ودقة في التمرير، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. بينية جميلة، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. عرضية، ضربة في النهاية لم تدخل إلى المرمى، وصلت بشكل جميل، كان من الممكن أن تكون في المرمى. أرنولد، رونالدو، عدت الكرة. الكاي جوندوغان، كرة في الشباك. رغم الرقابة كان ينجح في التسديد بكل هدوء. لا يمكن التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. تمريرة جميلة. هافرز عازم على اختراق الخط الدفاعي بهذه المحاولة، ربما فشل في هذه المرة لكن من يدري ربما ينجح في المرة القادمة. ثقة كبيرة لتحدي خط الدفاع بهذه الطريقة الجريئة. ربما كان أنانيا بعض الشيء لكن أحيانا أيضا الحل الفردي يصنع الفارق. هافرز تمريرة غريبة في مكان خطير. كريستيانو رونالدو أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. جو ماكس، كريستيانو رونالدو، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. نهاية الشوط الأول من هذه المباراة، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. فصل آخر من الإثارة، اللاعب هنا يعود هنا من المرافق. يجب أن نشيد هنا بالدفاع لمنع الهجوم. سكولز فشل في اختراق الدفاع بكرة بينية. يمر يلعب كرة بينية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ انتهت الهجمة الواعدة مبكرا، هجمة مرتدة الآن. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية داخل 18. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة، الآن فرصة كرة مرتدة. الآن بعد هذا التقدم عليهم أن يواصلوا المحاولة والهجوم، محاولة لخلق فرص هجومية. الآن فيه لاعب هجومي. كرة، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. Coming on the field is number 17. Raheem Sterling.
هي التسديدة الكرة خطيرة. الآن فرصة لهجوم ماكس، الهجوم تحول الآن إلى جهة أخرى. يا كرة بينية، كرة راسية، كادت العقوبة أن تكون سريعة هنا. سجل هدف واحد في هذه المباراة وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. النتيجة 1-0. تشيلسي ربما كان بإمكانهم استغلال الفرصة الأخيرة بشكل أفضل، لكن واضح أنهم يحاولون بشتى الطرق تسجيل التعادل. غلطة كبيرة من الحارس، دفاع يشتت الكرة. Number 15, coming on to replace him is Fredin. Yes, Christian Pulisic. Substitution in progress. يلعبها لمنطقة الخطر. على بعد دقائق قليلة الآن من تحقيق الفوز. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الكرة يا جماعة، هذه المتعة، هذه الكرة التي نحب أن نشاهدها دائما. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة. بعد أن دخل الفريقين تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق. فرصة لتحول الهجوم. يمر ويلعب كرة بينية. يطلق الحكم، الجميع استمتع بمباراة اليوم.